وقد وعد الله متقين أنواع من الخير، وأخبر أنهم يصيرون إلى دار الكرامة إلى جنة في آيات كثيرات، كما قال تعالى في سورة الحجر: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب يتعب وما هم منها بمخرجين. هذا مصيرهم، هذا مصيرهم، إن المتقين في جنات وعيون مسافين فيها كل خير، وهي ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود، وفيها العيون التي فيها من المياه ما فيه الراحة والخير والشفاء، الشارب منها، وفيها الأنهار الجاريات. ثم يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين، سلام من كل سوء، من موت ومن مرض ومن كدر ومن غير ذلك مما يؤذي الإنسان. فأهل الجنة في غاية من السلام والراحة والطمأنينة والعافية. وقال آمنين، يعني آمنين من كل ما يكره الإنسان، آمنين من الموت ومن خراب الدار ومن المؤذيات ومن الجوع ومن العطش ومن غير ذلك مما يخشاه الإنسان. ونزعنا ما في صدورهم من غل، قد يكون بين الناس في الدنيا شيء لأسباب الخصومات والظلم والعدوان، لكن يوم القيامة أهل الجنة ينزع من صدورهم كل شيء في الدنيا مما يسبب الغل والحقد والشحنة بين الإخوة، كل هذا يزول يذهب، فيدار المحبة والوئام والسعادة والطمأنينة والأنس والصفاء من كل كذب. إخوان على سور متقابلين، في مجالسهم متقابلون لا متدابرون، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال في سورة الدخان: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. هذه حال المتقين، إن المتقين في مقام أمين في الجنة. والمقام الأمين الذي لا يعتريه رحيم ولا كدر ولا موت ولا مرض ولا إذى من عدو، ولا يعتريه غير ذلك من أنواع الأذى. ثم فسر فقال: في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق أنواع من الحرير متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. المقام أمين وهم آمنون، المقام أمين لا يعتري خراب ولا خلل، وهم آمنون أيضا من كل أذى، آمنون من الموت من المرض من الكدر من كل ما يؤذي الإنسان. وكذلك عواقب الأكل، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. الإنسان بعد الأكل قد يعتريه شيء، إما لأنه زاد في الأكل، أو لأن الأكل غير مناسب، أو قد وقع في شيء يؤذي. أما أهل الجنة فلا، يأكلون ويشربون ويتمتعون بأنواع النعيم، وهم آمنون من كل أذى، آمنون من كل سوء، لا يعتريهم أذى في مأكلهم ومشربهم ولا في ملبسهم ولا في محلهم ومقامهم ومقامهم ومحل سكنهم، فهم في أمان من كل سوء.
ثم قال لا يذوقون فيها الموت، المعنى أنهم خالدون أبد الآباد ودهر الداهرين، لا موت ولا خروج، بخلاف الدنيا ففيها الموت وفيها الخروج، قد يخرج الإنسان من مسكنه، قد يخرب، قد يبدو له مسكن آخر أحسن منه، قد تأتي أسباب توجب خروجه. أما هؤلاء فهم في محل دائم لما فيه من الكمالات والخيرات التي لا يحتاج معها إلى تنقل، ولا موت يعتريهم. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في الصحيح أن أهل الجنة إذا دخلوها ينادي منادي من جهة الله عز وجل يقول يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. هكذا ينادى فيهم يوم القيامة إذا دخلوا الجنة. ويقول في سورة الذاريات إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، آخذين ما آتاهم ربهم من النعيم، أنواع النعيم. لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، حصل لهم هذا النعيم لأنهم كانوا في الدنيا محسنين مستقيمين على طاعة الله وعلى تقواه، كانوا ذكر بعض أعمالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ذكر من أعمالهم التهجد بالليل وكثرة الاستغفار آخر الليل. قال بعض السلف مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون، يعني تهجد وطول قيام وقضاء ودعاء ثم استغفار، يختمون أعمالهم بالاستغفار والتوبة كأنهم مجرمون كأنهم مقصرون لازدرائهم أعمالهم وعدم عجبهم بأعمالهم، هم يعملون ويكدحون في الدنيا ومع ذلك يلزمون التوبة والاستغفار خوفا من العقوبة خوفا من رد الأعمال، كما قال في سورة المؤمنون في حقهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا، يعني يعملون ما يعملون ويؤدون ما يؤدون من أعمال وقلوبهم وجلة، يعملون وهم خائفون ليسوا معجبين بأعمالهم ولا مانين ولا مدلين بأعمالهم، لا يعملون الصالحات ويجتهدون في الطاعات وقلوبهم وجلة خائفة مشفقة، خائفين أن ترد عليهم أعمالهم لتقصير أو خلل أو ذنب اقترفوه مع الجد والاجتهاد في الطاعة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني إيمانا منهم بأنهم راجعون إلى ربهم وأنه جازيهم بأعمالهم، فيخشون أن تكون هذه الأعمال غير صالحة لوجهه غير مستوفية لما ينبغي. فماذا نتج عن هذا، عن هذا الاعتراف عن هذا الخوف؟ قال سبحانه أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، بسبب وجلهم وخوفهم وإشفاقهم وكمال إيمانهم سارعوا في الخيرات، سارعوا إليها وسبقوا إليها، سارعوا عن إيمان وصدق وإخلاص وخوف وسبقوا، سارعوا فسبقوا إليها. وقال في سورة الطور إن المتقين في جنات ونعيم فاكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، فهم في جنات ونعيم.
وقال في سورة القلم: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وفي سورة المرسلات: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. فقد وعد الله أهل التقوى كل خير بسبب تقواهم، لا بأنسابهم ولا بأموالهم ولا بوظائفهم ولا بما يعظمه أهل الدنيا،